السلام عليكم اخواني الخواص، مرحبا بكم معنا من سوق الجمعه ديال كيسر. اليوم 29/7/2022 اكيد لنا الخرفان كسابي عند الصديق ديالنا مرحبا خويا قمر، قول لي الثمن كي داير؟ لو الثمن ديال شوف السوق ديال غالي بزاف، كاين الثمن دوك 84 لا باش بغيت تبيع 84 معطيه 84 هادو 42 هاد الصغير هذا 28 شين السلعه مليحه انا ديالك عارف انت كلشي اليوم كاين الثمن الثمن بزاف الله يسخر اخويا الله يجزيك الخير السلام الحار كاع المتتبعين ديالنا داخل ارض الوطن وخارج الوطن مرحبا بكم وتبارك الله عليك اخويا واش متبع معنا القناه الاسواق الماشيه في المغرب الله يعاونكم والله يسهل عليك اخويا تبارك الله اخويا قبه شو اسمينك واش مدايره كاين الثمن اخويا الله يسخر تبارك الله ما شاء الله اش عاطينا مالك سبعين 38 في الواحد كيف دير الثمن اليوم في بيسم؟ كاين الغلا كاين كيف الثمن 76000 كاين الثمن بزاف الله يسخر مرحبا مرحبا الله يسخر الجميع الله يسهل علي انا ما كاينش كدير مزيان اخويا حسن الله يحفظك دور مني دور مني غادي ندور نسول ناخذ المعلومات ونشد عليهم مزيان كدير هاك وسارة هانين شي مزيان يلا الله يحفظك لا قاعد على كل طريق يوم ما هذا رخيص والله يدي وني ما انا ما خدامش كعمود ما عيينا هادي الكيس كاين حبوب لوان واحد شوف انا بنام يدير ما كوتر احي الله يهديكم مع صاحبي ما عنديش الثمن هاك وسار الثمن اخويا بحال شي 15 تدوي معانا قال باغي يدوي صيفطك الدوزيام نصيف الله يصيف الله يصيف وكاش كاينين ديال بنادم بغايب انا راه داروا لي حل واحد نهار دار لي القوط من اول جات لي واحد الواحد ما خلانيش نربو ليا صاحبي والله ديك الحوليات والله هذا ما والله والله هذا كوتارة المهم مشكلة 15 قلاش ديال البيع ثمن البيع لا لا هذه باش مشرية مشرية قال 15 قل من 20 تبتين معنا لا عطينا دابا 100 درهم 17 لا 100 درهم يا كامل ما كتجيب السعر يعني ما 16000 ما وصلهاش على سبيل المثال كتقول 300 درهم جملة 300 درهم الرباح ديالها كامل واخا خلي ياك وتارا صايم هذا الرقم غيخلص لكم على السليعه على السبعه الجايه ان شاء الله 06 54 06 06 01 21 رشيد صاحب كوتارا شحال دازت تاع الرباح؟ الله يسخر اخويا راجل بايبان باش تعرفوا النيت تاعو درويش الله يعمر الله يسهل عليكم الدراري الله يسهل اكيد تما انت في حولي يا خوت كما كتشوف 15 النشرة ديالك الله يسهل عليك ياك ولا 30 ونص قلت لي كاين الثمن ورا فين الثمن من ورا العيد قاتل العيد والله والسلعة قليلة وفين هي ما كاينش خروف لا مشكلة وطار على حسابي 30 ونص وفلوس وكل شيء وعلى حسابي داك العموم الاخوان تمام خويا هادشي اللي قلتي على
العموم كما قال لنا الدري السلعه هي قليله والثمن راه كاين 30 اونص 1525 درهم. والمركب ديالنا مدور من هنا من كيس نياغرين عانت لا لا عندك هذا الله يسهل لك الله يسهل لك صح هذا سمعتو قال 33 ونص مليحة 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 تصوروا بلا اوتوريزاسيون الخوت هنا الله يسر صح 33 ونص هذا في 600 بغى يشري دابا جا غالي ولا شنو باع ورخيص الحول دابا ملي بغى يشري جا غالي هذا يدور في الفيديو الله يرحمه لا ما كتبوش عليه لا ما كتبوش معاه انا كنتسنى قول لك لما السيد هذا ملي كان الصياد جاب بدا يطحن العلف ثم للحول شاب عليك شي خرفان وعلى دار عليه راسه وجا العيد وعاد الثمن ودروك عادي قاعد يشري في هذا الخرفان عاد باغي يخليه من العام جاي قلت له دروك اللي عطاه الله عطاه الله يعلم ما تعرفش شنو راه خير راه ناوي العام اخر سوقلو سوقلو وانا راه بعت الحولي ودرت البقر من ورا الحولي ثلاثه مرات وقال لك الله يسخر الله يسخر غادي ندير الحيوان تقول لك الفوق ومو القناص هذا راه محل في ولا دوار قاص راه عاد هذا السي محمد الزيراوي خير ولا خير؟ امور هانيه كلشي مزيان واحد الاخ ديالك لاباس عليه الله يحفظك ليا خويا صبر خويا وفي الفيديو سنا الحليب اي سنا الحليب الثمن ديال الخير هذا الثمن 75 درهم عطيني 76 3800 درهم حاجه مليحه وهذا هذاك 66 كاين الثمن الثمن كاين شويه كاين السلعه قليله السلعه قليله والثمن كاين مليح فيه الثمن الله يسهل لك السي محمد في هاد الجوج شوقا بالربح اي بغيتي تخلي الرقم التليفون خليه في هاد التليفون ما كاينش مشكل شي بحال شي حاجه ما خاصش باقي عندك في الدار اللي بغى هاد الشكل عيط السي محمد 06 76 77 13 65 سنا الحليب بجوج الله يسهل لك السي محمد عراسك كدير كلشي كدير كلشي تبارك الله عليك تبارك الله على السي محمد ولاد بوزيري تبارك الله يا اخوان ما شاء الله السلعه عطينا 78 جمله من هي من الشرق شيلي والله يسخر داك ديال السنة مع رسمة انت؟ ها؟ سنة كلهم ثنايا كاين واحد حليب كاين واحد حليب الثمن اللي مزقين معاك 120 اللي كتقول انت 140 اخويا راه عطيني 78000 هي اللي كاينه ثابته الله يسخر 3800 3900 درهم 104 ياك عطاكم شي واحد الله يسخر كدير السعيد ماشي امور هانيه تبارك الله ما شاء الله شت على شت راجل عندك سنان فليك سنان فليك باخير كل شي سنان فليك 103 هذا اللي فيدك السعيد هذا قلنا لي 140 سنان قال لي مسمعي علاش درهم كل مسنا الحليب سعي مغيزة عزغاني مغيزة ملا يحسبك هادشي ليا تاع عزغاني ما لابسينش وحرة مسيكينة الدوريجي اللي كان عشاقه باغي المليح على ودن قداش طيب صالح ولا البروجة طيب صالح تبارك الله
طلع اسيليا اسيليا جلست على فرتي وين لا بدري هذه يغلى بجوج منايل 600 مازال يلا بعدي مغزينا انا نسبر في اللعب هل ودين قد اجي الحولي تجرب لي على المجال ومشي ودني هذا ينسيك هذا انا مليح راه يولي زاحف ما هو ما تبارك الله عندك اللهم بارك الخوت اللهم يسر وبارك السلام الحار كاع المتتبعين ديالنا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن مرحبا بكم تبارك الله عليكم فيديو حصري على قناه السواق الماشيه المغرب نخلي لكم ان شاء الله الرقم تاع عبد الله نخلي لكم الرقم تاع عبد الله مليح مليح خلي لما المراه عبد الله مرحبا المراه تصاب وتوب وكل شيء 06 72 94 22 8 راه كاينه عندي واحده اخرى تاهي نمشي نشوفوه مرحبا تعال نشوفوه غير ناخذو غير خويا سنا الحليب عبد الله تاهو هذوك اللي قلت لك راه 130 اللي بغى شي واحد هذا 110 هاو هذا هو سنان الحليب هاو هذاك سنان شوية شوية نشوفوا اخوان السن لا مرا السلعة ولا ما الدور فر 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 الحليب ونفرر ما كتشوف ما نكذبوش وين غير الرقم هذا سنا الحليب مازال بارك الله كي دايره حسابو كلشي دابا الصباط وكلشي الرقم اخوان ديال عبد الله راه خلينا ليكم تما الله يسهل الله نزين ثمن اخويا راه كاين ثمن هذا شحال ثمنه 170 الحليب و 8500 عفوا عبد الله والله يسهل اصغر واحد هنا بشحال هذا كاين 110 هذا 96 هذا 96 اخر وشديد والله يسخر عبد الله جبتي سير تمحي راسك مرحبا مليح راه كاين اخويا الثمن راه جابو الله النمره هذه خلينا لكم الله يسخرها عبد الله جبتي سير